الله أكبر، اللوم لأمريكا. اتخذت حركة الشباب المؤمن هذا الشعار شعاراً رسمياً للحركة، وأسمت في أدبياتها بالصرخة، وخلقت نوعاً من النشاط الغريب على الأحزاب اليمنية أنذاك، حيث أوصى حسين بدر الدين أنصاره بالذهاب للمساجد والأماكن العامة لإطلاق الصرخة. يظهر هنا علي البخيتي في محاضرة سابقة لشرح فلسفتها. هذا الشعار كسر كل الحواجز، هذا الشعار أصبح هو المعيار. الكثير يحاول جرنا إلى فتنة طائفية، نحن نقول الموت لأمريكا وهم يقولون هناك من يسعى إلى فتنة طائفية. لو كنا نسعى إلى فتنة طائفية لرفعنا شعارات الموت مثلا لعلي عبدالله صالح، أو الموت للمؤتمر، أو الموت للإصلاح. نحن نتهرب من هذه المعارك. هذا الشعار من اللي أسسه؟ من اللي ألف هذا الشعار؟ الشعار أمام اليمنيين الذي أتى به حسين الحوثي، لكن عمليا هو مستنسخ من شعار الثورة الإيرانية في بدايتها في إيران. عندما بدأت الثورة كان الناس يصرخون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. حسين أخذ هذا الشعار وأضاف له اللعنة على اليهود. مش معنى اختار اليهود، ليش ما المسيحيين؟ طيب والله ما نش عارف ليش ما شملهم بالموضوع. كان في يهود، في يهود في صعدة، يهود آل سالم، وللأسف الحوثيين تسببوا في إخراجهم وضرب يعني وإخراجهم من صعدة بأعذار واهية، وهم كانوا من أفضل الناس. فاستنسخ هذا الشعار، وليس فقط الشعار، يعني استلهم الثورة السياسية التي قام بها الخميني، وحتى الحركة. الحركة مثلا لو تلاحظ الشعار، ألوان الشعار حرفيا هي نفس ألوان العلم الإيراني يعني، لكن اليمنيين في الغالب لا يبحثوا ولا يركزوا على هذه الأمور. هناك تأثيرات كثيرة وناعمة على حركة الحوثيين لا يدركها إلا من يبحث بدقة.